الآن نذهب إلى فقرة أخرى، وهالمرة رح نزور سوق قديمة. تحب تلبس العقال والزي العربي هذا؟ إيه طبعاً. مرات طبعاً، هذا يشرفني، هذا زي أهلنا. فالعقال هو أحد المكونات الأساسية للزي العربي، وتشتهر بصناعة الكثير من المدن. بالعراق مدينة النجف تحتضن سوق قديمة خاصة بصناعة هذا العقال، وتتميز السوق بكثرة صناع العقال اللي يختلف طريقة يعني حجمه، وأيضا طريقة لبسه من منطقة من مدينة مدينة بالعراق. في تفاصيل كثيرة عن العقال العربي العراقي في هذا التقرير. النجف مدينة عراقية تتميز بصفة القدسية، حيث ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومثوى وخطى الكثير من الأنبياء والأوصياء، فهي مقصد الناس من كل حدب وصوب. ترى البشر من مختلف الألوان يسيرون في أسواقها وشوارعها، أزياؤهم مختلفة كل حسب بيئته، إلا أن المميز فيهم الزي العربي، حيث الدجداشة والشماغ وعقال الرأس. لذا فإن مدينة النجف تعتبر من أهم المحافظات العراقية التي تشتهر بصناعة العقال الأسود. فنرى في قلب هذه المدينة سوق متخصص يزدهر بهذه الصناعة، وتباع فيه أيضا مكملات الزي العربي الأخرى. سوق العبايتشية هو يقع في طرف المشراق، وطرف المشراق هو من المحلات النجفية القديمة، ولذلك تجمهر العبايتشية، وهي الكلمة جاءت من العباءة في هذا الجانب، بحيث أصبح لهم موقع متخصص في هذا المكان، وهو على مقربة من الصحن الحيدري الشريف، ولذلك كان الزائرون يأتون إلى هذا السوق بعد خروجهم من المرقد الشريف عند الزيارة. وأنت تدخل في هذا السوق ترى دكاكين الصناع الصغيرة، والتي تمتاز بطريقة جلوسهم، حيث يفترشون الأرض وهم يقومون بصناعاتهم الحرفية. تجد الأب أو الجد، وهو رب العمل بالعادة، من يقود دفة العمل، ويساعده في ذلك في الأعم الأغلب الأبناء والأحفاد الذين يتوارثون العمل جيلاً بعد جيل. صناع العقال لهم طريقتهم وأدواتهم وأعداد عمالهم، والتي تختلف عن الحرف الأخرى. نرى أن الحرفي يستخدم أدوات بدائية بسيطة في هذه الصناعة، متمثلة بهذه القطعة الخشبية المثبتة بمسامير حديدية من أجل لف خيوط هذا العقال، والتي تشكل المادة الأساسية في الصناعة. بعد ذلك يلف ليتم ربط ما يسمى بالكركوشة، التي تكون في مؤخرة العقال. يثبت العقال بعد ذلك بقالب خشبي ليأخذ الشكل والقياس المناسب والمطلوب من قبل الزبون. بالنسبة لعمله، عمله هو حسب العامل مات يعني جدا بسيط، يعني يتكون من الغزل مع الغنم، احنا صار الغزل مع الغلايج، اللي يصير هو الدفين مالته، والنوب يرجع عليه الغزل الاصلي اللي هو اللندني او المرعز، يتكون من عند العقال. النوب نكمل الكركوشته، اذا كملت كركوشته قالبه، ما يخلص قالب نذبه بالتشيس، بعد خلص العقال عدنا. اما خيوط العقال تتكون من أصواف الماعز والغنم، والتي تجمع من الرعاة ليحاكى من قبل النسوة. بعد ذلك يجلب إلى السوق لتصنع منه مختلف أنواع العقال، والذي يتكون من نوعين رئيسيين: المرعز، وهو اسم لصوف معروف بجودته ومصدره بادية شمال العراق. أما النوع الثاني فهو اللندني، أي المستورد. دائما يكون العقال صناعة النجفية مصنوع من الأصواف العراقية اللي هي منتوجة من الماعز أو الخروف،
والقياسات اللي موجودة عندنا يمتاز العقال النجفي بالقياسات الموحدة، تقريبا عقاله يصير وسط ثلاثة أرباع والرفع مالته يصير فوق الوسط، ومصنوع من أحسن الغزول اللي موجودة عندنا الآن، هو المرعز الموصل والخيط اللندني والسوري. يختلف العقال في حجمه وسمكه من محافظة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان من عشيرة إلى أخرى، فسكان الجنوب لهم خصوصية في لبس العقال تختلف عن سكان الفرات الأوسط والمناطق الغربية من العراق. أما لونه الأسود فاختلفت الروايات التاريخية على هذا الموضوع، إلا أن في غالبها اتفق أن الحزن، أي حزن العرب على حادثة تاريخية، ألبستهم العقال الأسود حتى أصبح شائعاً إلى يومنا هذا. نوعية العقال وكبر العقال وجبر العقال يجي حسب نوعية أو حسب لبس المحافظة. مثلاً الديوانية تلبس صغير وشوي رفيع، مثلاً النجف يلبس عقال كامل وسطاني أو شوية أرفع منه أو شوية أجبر، هذا النجف. بالنسبة للديوانية أبو السماوي عقال كبير أو عقال وسط، بس الرفع مالته كلش رفيع، يعني تقريبا يوصل 4 سنتيم او 3.5 سنتيم بالنسبه للسماوه. بالنسبه للناصريه لا، الناصريه يصير عقاله اكبر ويصير اجبر، يعني حسب المحافظه اللي هم يردوها. يعني مثلا محافظه الناصريه اذا لبس واحد رفيع ما يقبلون عليه اللي يلبس جبر، او ابو السماوه اذا لبس جبر ما يقبلون عليه اللي يلبس رفيع، يعني حسب لبس المحافظه. اكو عندنا مثل العقال الابيض، العقال الابيض لبسوا امراء ربيعه لبسون العقال أبيض. نأتي إلى موضوع العقال، شو وقت صار أسود وتاريخه شلون؟ يقال إنه رواية، وأعتقد الرواية ثابتة ومتأكد من عندها، بأنه من راحة الأندلس من العرب، فالعرب صبغوا هذا اللون، هذا العقال اللي هو لونه وبر الخاكي، صبغوا باللون الأسود حزنا على ضياع الأندلس، وبقوا لابسينه لحين ما يتأملون إنه ترجع الأندلس وكذا، فصبغوا هذا من باب الحزن، صبغة والعقال باللون الأسود. وللعقال قيمة معنوية كبيرة عند العرب والعراقيين بالخصوص، فهو محط للرجولة والإباء العربي، ويعتبر ذو قدسية عند الرجل، فسقوطه بعمد أو غير عمد من على رأس الرجل يكون معيبا حسب أعراف البعض. إذا وقع عمدا أو سهوا، إذا وقع عمدا فهنالك حلان، طالما قلنا أنه يمثل البخت ويمثل قمة الخلق الإصلاحي المجتمعي، لابد أن يكون على أساسين، البعض من الشيوخ يستطيع أن يقابله بالدم مقابل، يعني يعتبر هو رمز للعشيرة بالنسبة للشيخ، أن يعتدى على عقاله معناته أنت طعنت بالعشيرة بالكامل، وبالتالي يكون هناك نوع من الشجاعة، لابد أن يرد اعتبار هذا العقال الذي رفع من رأس الشيخ أو تم التعمد لإيقاعه من رأس الشيخ، لابد أن يقابله دم. وهناك حالات أشجع وأكرم من هذه الحالة، عندما تحصل حالة حتى ولو كان متعمد بإسقاط العقال، يكون لبعض الشيوخ حالة هي أسمى وأرفع من الحالة الأولى، فيكون هنالك العفو على اعتبار انه العقال هو عقال رمز للاصلاح ورمز يعني حل النزاع بين الناس، وبالتالي يكون يمثل هو بخت العشيره، وبالتالي يعفو الشيخ ويعتبر ان المساله جاءت عادي وكانه يطعن في هذه الحاله. وتبقى النجف وسوقها للزي العربي الرائد الاول في بيع وصناعة العقال، فهو أشبه بمتحف مفتوح على مدار الساعة لكل هاوي ومتذوق للزي العربي الأصيل.